كلمة up ليها معاني أخرى في اللغة الإنجليزية غير فوق أو فوق، وكلهم مستخدمين ولازم تعرفهم لو عاوز تتكلم إنجليش بطريقة جيدة. أول معنى معانا ومستخدم بكثرة وهو up بمعنى مستيقظ أو صاحي. أنا مثلا بكلم مامة صديقك في التليفون فبقول لها إز محمود، اللي هو صديقي، إز محمود up please؟ هل هو صاحي؟ إز محمود up؟ إز محمود up؟ هل هو صاحي أو مستيقظ؟ أو are you up؟ أنت صاحي أو مستيقظ؟ are you up؟ are you up؟ are you still up؟ أنت لسه صاحي؟ okay very good. تاني معنى معانا up مع to بيبقى معناها ناوي على، okay، وبتيجي كتير قوي في السؤال what are you up to؟ what are you up to؟ what are you up to؟ انت ناوي على ايه او عاوز تعمل ايه؟ هتسمعها كتير جدا في الافلام. what are you up to؟ what are you up to؟ تالت معنى معانا اوكي في المصطلح up برضو معطوف في المصطلح بتاع براحتك او على راحتك او اعمل اللي انت عايزه، اللي هو it's up to you. يعني مثلا لما اقول لك shall I book the tickets today or tomorrow؟ المفروض احجز التيكتس النهارده ولا بكره؟ انا عاوز اقول لك براحتك زي ما انت عاوز، النهارده او بكره. It's up to you. It's up to you. الموضوع يرجع لك او براحتك. It's up to you. رابع معنى معانا ان up ممكن تيجي احيانا في اللغه الانجليزيه بمعنى خلص او انتهى، بالذات مع الحاجات او الاحداث اللي فيها وقت. يعني مثلا اقول لك time's up. time is up يعني الوقت انتهى. time is up هتسمعه كتير قوي في الامتحان، وقت الامتحان لما بينتهي هتسمع دايما الناس اللي بتقول لك time's up. time is up. او مثلا game is up، اللعبه انتهت. game is up. game is up. او مثلا the meeting is up. the meeting is up يعني الاجتماع انتهى. the meeting is up. يبقى اتعلمنا النهارده اربع معاني اساسيه ل up. اول واحد بمعنى صاحي او مستيقظ، تاني واحد up to بمعنى ناوي على، تالت واحد up to برضو بس بمعنى براحتك او يرجع لك it's up to you، واخر واحد up ممكن تيجي مع الاحداث او الاوقات بمعنى الوقت انتهى، وقت اللعبة، وقت الاجتماع، الوقت عموما. لو الفيديو عجبك شير ولايك. سلام.